بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لحضراتكم احنا هنبتدي ان شاء الله النهارده بالجنرال اكزامينيشن. الجنرال اكزامينيشن في الحقيقه هو جزء اساسي من اي اكزامينيشن، سواء كارديولوجي، شيست، نيورو، ابدومين، لازم هيبقى فيه جزء جنرال اكزامينيشن. في الحقيقه الجنرال اكزامينيشن لاما بيبقى اول بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين وعاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما قلت لكم لسه احنا هنبتدي الكورس بتاع جنرال اكزامينيشن. في الحقيقة جنرال اكزامينيشن هو ركن اساسي ونقطة اساسية في اي شيت هنبتدي بيه، يعني شيت كارديولوجي، ابدومين، نيورو، وات ايفر ايه الشيت اللي انت هتعمله، حتى في الجراحة هيبقى لازم فيه جزء جنرال اكزامينيشن. الجنرال اكزامينيشن ده في كثير من الاحيان بيبقى بدايه الشيت او بدايه الكلام. شوف لي، طب انت ايه علقت على البلس، علقت ايه على الهيد، على النيك، شوف لي النيك فين، ايه اخبارها. دي بتبقى بدايه على انها هي ابسط حاجه البيزكس، وبعد كده بيعلى بالاسئله، وممكن للاسف يكون هو نهايه الامتحان. يعني ايه نهايه الامتحان؟ يعني يبتدي بحاجه قويه، يعني حاجه ادفانس في الاكزامينيشن، ولقاك مش عارفها، فبيبتدي يقل معاك بالتدريج في الليفل بتاع الاكزامينيشن لغايه ما يوصل للبلس. بقى انت ما لو مش عارف حاجه يعني خلاص بقى البلس ايه، ما فيش بعد كده خلاص. فهو ركن اساسي بيبقى نقطه اساسيه بتعلى بيها او بتقل بيها في الامتحان. علشان كده هي حاجه لازم الالف ب بتاع الكلينيكال اكزامينيشن اوف انترنال ميديسن هو الجنرال اكزامينيشن. اللي ما يعرفوش يبقى ما يعرفش خلاص، يبقى ما يعرفش ايه اكزامينيشن او هاو تو اكزامين البيشنت. احنا دايما بنقول ان احنا علشان نمشي في اي برانش او اي اكزامينيشن مظبوط، لازم نكون حافظين الايتمز الاساسيه، العناوين الكبيره، لان احنا ممكن ننسى مثلا الفايتال ساينز كلها مثلا، ساعتها هتقل كتير قوي. بس انت لو عارف ان هم 10 نقط لازم هتدور وتعصر مخك تشوف هو انت ناسي ايه. فاحنا دايما بنحب يبقى السيكونس مظبوط زي ما هو مكتوب كده. تسمعهم لنفسك: جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت، فايتال ساين، كولرز، هيد، نيك، ابر ليمب، لوور ليمب، وثلاثة سيستم. يعني ايه ثلاثة سيستم؟ يعني انت دلوقتي بتعمل اكزامينيشن حالة كارديولوجي، يبقى انت هتعمل في الجنرال اكزامينيشن الابدومين والشيست والنيورو. طب لو حالة نيورو هتعمل ابدومين وكارديو وشيست اكزامينيشن. فانت كده هم 10 لابد انك تغطيهم في الجنرال اكزامينيشن. لو نسيت نقطة طبعا مهم جدا، ساعات بتبقى الامتحان كله نقطة بس من دول. الحاجة التانية اللي مش مقبول انك تكتب العناوين اللي انا كاتبها قدامك دي، يعني ما تقوليش الفايتال ساينز بلس كذا كذا كذا، لا تخش على طول على البلس بس السيكونس ثابت. ما تقوليش كالرز، ما فيش حاجة اسمها كالرز. هي الكالرز دي احنا بنكتبها علشان خاطر حضرتك تفتكرها وتقول لي نو بالر، في جوندس ونو ساينوسس مثلا. تمام؟ طبعا في بعض الحاجات مهم جدا اللي انت تقول حتى النورمال، يعني مثلا نيك فين في حالة كارديولوجي يو ماست تعلق لي على النيك فين وتقول لي ان هي نيك فين نورمال او نوت كونجستد، كاروتيد نورمالي، فيلت باي لاترالي. الثيرويد في حاله مثلا لوس اوف ويت تقول لي الثيرويد نوت فيلت، نو ثيرويد ماسز اور نديولز. لازم الحاجات دي. في حاله الليمفوما تقول لي نو نيك فين نيك ليمف نود نوت فيلت مثلا، او كان نوت بيبل بيت وات ايفر. ففي بعض الاحيان بيبقى النورمال اهم من انك لو لقيت حاجه ابنورمال. فاحنا مش عايزين نطول في النقطه دي، احنا عندنا 10 بوينت يو ماست فولفيل. النهارده هنبتدي بالجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. قبل ما نبتدي في الجنرال كونديشن، انت معاك ايه في شنطتك؟ يعني ايه؟ يعني طبعا غير مسموح انك تنسى بعض الحاجات الاساسيه، الاكويبمنت اللي انت لازم تبقى معاك اثناء الاكزامينيشن. يعني لو جيت من غير سماعه
تخيل موقف الدكتور وتقول له اصل انا معلش ما جيتش، ما انت جاي حضرتك تعمل ايه النهارده؟ نسيت الجهاز الضغط. طب يعني طب اهلا وسهلا، ايه لازمه وجودك النهارده حضرتك؟ الهامر في حاله نيورولوجي، تيونينج فورك، التورش في حاله دايليتد مثلا بيوبل او ان ايكوال، بتعمل الريفلكس زي ما هنشوف في النيورولوجي بكوتون، ما تقوليش لا اصل انا نسيتها، اصل انا معيش الثرمومتر في حاله فيفر، الخفض اللسان، طبعا بقى بعض الحاجات يعني الاوفثالموسكوبا المفروض تبقى موجوده، طبعا لازم يبقى معاك ديسبوزابل جلافز لوبريكانت جيل لو هتعمل بي ار، وطبعا الكلام ده ما بيتعملش كتير في الكلينيكال اكزامينيشن ديورنج اكزام، ولكن الحاجات دي هي دي الاساسيات اللي حضرتك لازم تكون في الشنطه بتاعتك، عدم وجودها غير مقبول. الصوره دي هي دي اساسيات الحاجات، طبعا جهاز الضغط والسماعه وخفض اللسان، التورش، التيونينج فورك، الهامر، كل الحاجات دي لازمه، وطبعا بنضيف عليها دلوقتي طبعا الماسك والفيس شيلد، مهم قوي طبعا في الامتحانات في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. تمام، احنا بنقول في بعض جنرال برنسبل قبل ما بنخش في الجنرال ايفالويشن اوف ذا بيشنت، في حاجات فيرست امبريشن، يعني انت لو ما شفتش العيان كويس بعينيك قبل ما تبتدي الفحص هتفوت منك حاجات كتيره قوي. اسال نفسك العيان ده شكله كده عموما جنرالي كده هو كويس، هي لوكس ويل ولا توكسيك، في حاجات ملهاش حاجه الا انك تبص على العيان وتشوفها، في بعض الحاجات ما ينفعش تقيمها الا بالفيرست امبريشن بتاعك، في بعض الامراض وما اكثرها ما تجيش الا بسبوت دايجنوزس، تشوف العيان تعرف هو ايه، ولو لفيت الدنيا وقعدت تعمل اكزامينيشن للعيان بكل الطرق مش هتعرف الا انك جاست الفيشز سبوت دايجنوزس، العيان ده شكله كده عامل ايه. طبعا اسك يور سيلف البيشنت ويل لوك ولا لا، طبعا الفحص لازم يبقى فورم انفايرمنت، ما يبقاش الدنيا برد ولا ايديك بردانه خالص متلجه، وخصوصا في الشتاء في امتحاناتكم بتبقى في شهر ديسمبر. لازم تعدي على العشر نقط، غير مقبول انك تنسى نقطه، لان النقطه دي هي ممكن تكون هي اساس الاكزامينشن. العشر نقط مهمين جدا جدا، اوعى تنساهم. لوك اوت فور فيتشر اسبوت دايجنوزس، ايه هي السبوت دايجنوزس؟ احنا زي ما اول ما دخلنا الكليه وقلنا لنا جود دكتور از ا جود اوبزرفر، فانت لو ما شفتش العيان بسبوت دايجنوزس هتفوتك حاجات كتيره. الست الطيبة دي شكلها عادي ما فيش حاجة، يعني أنا مش حاسس إن فيها مشكلة، الناس دول ما فيهمش مشكلة، ولكن لو جات لك دي لا ده فيها حاجة، دي حاجة غير طبيعية، على الأقل أنت عارف، لو أنت مش عارف إن دي سايروتوكسيك هتحس إن لا دي مش زي الناس الطبيعية في النيك، هنا فيها سويلنج ده مش طبيعي، العين ده مش زي العيون دي كلها، ده مش طبيعي، في حاجة غلط. فبيقول لك هاي دكتور، قبل ما تقول له وعليكم السلام ورحمة الله هتقول في نفسك يا ده توكسيك جويتر ثايروتوكسوكوز. ليه قلت ثايروتوكسوكوز باللوك؟ هل انت شفت بلس؟ لا. هل انت شفت اي حاجه؟ لا. بس هو دي الفيشز اوف ثايروتوكسوكوز. لو انت ما شفتش او ما كنتش شفت قبل كده ثايروتوكسيك مش هتبقى عارف ايه هي الفيشز بتاع ثايروتوكسوكوز، جاست باللوك هتقول لا ايه العيان ده مش طبيعي، العيان ده ثايروتوكسيك. هنبتدي اول نقطه، احنا بنقول جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. في الحاجات جنرال كونديشن دي في الحقيقه هي فيها كتير امبريشن بتبقى من خبرتك او من رؤيتك لبيشنت كتير، طبعا الفيديوهات والصور بتحل محل دلوقتي انك تروح هنا وتروح هنا، كل حاجه متواجده، كل حاجه موجوده ان شاء الله تقدر تعملها باي يعني واحده واحده كده. جيت انا دلوقتي لو شفت العين ماشي وخصوصا نيورولوجيكال ديزيز اقدر اشخصه ان العين ده عنده كذا هيمبليجيا مثلا من شكل المشيه بتاعته اللي هو ابر ولور ليمب ليفت سايد او رايت سايد باراليسيس، اقدر اعرف ان العين ده من المشيه بتاعته عنده بريفرال نيورايتس. الابيرنس هل العين ده توكسيك ولا نورمال ولا ثايروتوكسيكوزيس ولا ميكسيديما زي ما هنشوف دلوقتي. الويت ايه اخباره؟ هل هو اوفر ويت ولا هو اندر ويت ولا كشكتك؟ الديكيوبيتس هل هو فيه واخد وضع معين؟ الوضع ده بيدل على ديزيز ايه ده؟ هو ده ممكن النومه بتاعت العيان تبين لك؟ اه طبعا.
النومه جاست اللي انتوا لو كنتوا ابتديتوا كارديولوجي، الكارديولوجي العيان لو كان اورثوبيك نايم على ثلاث اربع مخدات ده اورثوبيك، طب ايه ده؟ اه ده عنده ليفت سايد هارت فيلير، ده نايم على الناحيه الشمال من اللنج ولو نام الناحيه الثانيه يجي له بين، اه اصل ده بلوريزي، بينام على الناحيه اللي توجعه مش عشان يقلل الحركه بتاعته. المينتال كونديشن، هل العيان ده مينتالي نورمال ولا ديبريست ولا مانيك ولا كوماتوزد ولا سيمي كوماتوز ولا حاجات كتيره قوي هنقولها مع بعض النهارده. فاحنا هنبتدي بالجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. اول نقطه الجيت، العيان وهو ماشي وهو جاي لك او بعد ما يكون خلص وهو ماشي او انت شاكك في حاجه فبتقول له طيب امشي قدامي روح لغايه اخر الـ 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 الغرفه وتعالى لي تاني، بتقدر تيفالويت العيان ده المشيه بتاعته دي هل ليها علاقه بديزيز ولا مفيش اي علاقه ولا هو نورمال جيت. طبعا احنا عندنا جدول كبير قوي هناخده في النيورولوجي ان ديتيل بانواع الديزيزز، وكل ديزيز ليها سبيسيفيك تايب اوف جيت. مثلا الهيمبليجيا ده عنده رايت هيمبليجيا بيعمل حاجه اسمها سيركمدكشن جيت، يعني تلاقي الرجل دي مش قادر يتنيها ويعملها ويحركها، فهو بيشتغل بالديستال البروكسيمال ماسل فبيعمل سيركمدكشن، بيلف اللفه دي عشان يتحرك زي ما انتم شايفين بيعمل نص دايره برجله. هنا ده بريفرال نيورايتس عنده مش حاسس برجله فبيعمل هاي ستيبج جيت، تلاقي يرفع رجله لفوق ويخبطها لتحت لانه حاجتين، عايز يسمع صوتها وهو بتلامس الارض لانه ما بيحسش بيها، الحاجه الثانيه خايف لا يتكعبل لانه ممكن يكون عنده شويه دروب فوت. هنا مثلا ده عنده ماسل ويكنس بروكسيمال ماسل ويكنس في حالات المايوباثي بيمشي وادلينج جيت، وادلينج جيت اللي هي زي ما انتم شايفين كده اللي هو بيوسع الرجلين عن بعضها وبيستخدم الحركه دي، وبيبقى ده مع طبعا انتم لو كنتوا خدتوا في الاطفال الدوشان مايوباثي، الدوشان والبيكر مايوباثي الموفمنت دي بتاعه المايوباثي. انواع ثانيه درانكينج جيت، مثلا لو عنده سيريبيلر اتاكسيا هتلاقي وايد بيزد درانكينج جيت ما يقدرش يمشي على خط مستقيم، فتلاقي حركته اللي هي حركه الدرانكن بالظبط وممكن يقع زي ما انتم شايفين كده مش قادر يظبط الحركه بتاعته لانه عنده سيريبيلر ليجن. ممكن في حالات الباركنسونيزم اللي هو اكسترا بيراميدال ليجن بيبقى الاتيتيود بتاعه كله زي ما انتم شايفين بيبقى فليكشن للترنك، فليكشن للابر ليمب، فليكشن لللور ليمب، غوريلا لايك اتيتيود، بيعمل شفلنج جيت بيزحف، في ماسك فيس، في تريمورز، كل الحاجات دي مع الايه الباركنسونيزم. فانا جاست شفت الحركه دي والشكل ده والموفمنت بتاعت الجيت دي قلت ان ده موستلي اكسترا بيراميدال ليجن موستلي باركنسونيزم. زي ما انتم شايفين شفلنج جيت ماشي بيزحف، ده بيديني فرصه اللي انا اقول ان ده او كلو. طبعا الكلام ده جزء من الجنرال اكزامينيشن ده وهيبقى ان ديتيل في شيت النيورولوجي، لو حد عايز يرجع لشيت النيورولوجي زي ما انتم شايفين ده في اليوتيوب شانل بتاعتي، لو حضراتكم تخشوها وفي خمس محاضرات دول هم فروم اي تو زد بالنسبه للنيورولوجي بما فيها الجيت. دي اول نقطه اللي هي الجيت. بعد كده النقطه الاساسيه في الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت الابييرنس الفيشز الاكسبريشن، هل العيان ده الفيشز بتاعته دي ثايروتوكسيك؟ هل العيان ده عنده بين اكسبريشن بتاعته بين ولا ماسك فيس؟ في كتير قوي من الابييرنس والفيشز والاكسبريشن تبين لي حاجات كتير مش هحط ايدي وهشوفها، لا ده بعينيا وانا ببص على العيان. لو العيان ده اكروميجالي، لو انا ما عرفتش ان هو اكروميجالي من الشكل بتاعه ما فيش حاجه هتعرفني خلاص بالاكزامينيشن، ما فيش حاجه سبيسيفيك الا الفيشز بتاعته. زي ما انتم شايفين الكلو تو ديزيز فروم ابييرنس اند فيشز اند اكسبريشن. هنشوف بعض امراض الاندوكراينال ديزيزز، السي ان اس ديزيزز، الكارديو فاسكولار ديزيز، الفيشز بتاعتها هي اللي بتبين لي ايه الموضوع. نبتدي بالاندوكراينال، خلينا نتكلم على الاكروميجالي. طبعا الاكروميجالي زي ما انتم عارفين وخدته قبل كده بيبقى الفيشز بتاعته كله اوفر جروث، كل حاجه كبيره، بروميننت فور هيد اللي هي بوسنج اوف ذا forehead، large nose، large hand طبعا، large ear، large lip،
وايز كاركترستيك، لو طلعت لسانه قول له طلع لسانك هتشوف ماكرو جلوسيا، التانج بتاعه بيبقى كبير جدا. وطبعا في بروترودد جو، بحاجه اسمها بروجناسيزم اللي هو اللور جو بروترودد انتيريور اللور جو، وساعتها هتلاقي التيث اللي تحت قدام التيث اللي فوق ده مش طبيعي، ده مش طبيعي خالص في النورمال جروث اوف ذا مانديبل. الحاجه الثانيه لما المانديبل بيبقى جرو اكتر والاسنان ما بتكبرش، فبيحصل سيباريشن اوف ذا تيث، تلاقي التيث ما فيش خلع، ما فيش سنان مخلوعه، ولكن المسافات ما بين السنان كلها ايه واسعه. طبعا زي ما انتم شايفين التانج ده عمره ما يتنسي، لارج تانج، الديفرنشال دايجنوز في لارج تانج قليل قوي قوي، يعني اكروميجالي، امايلويدوزيس، الكريتن، يعني هي دي الحاجات اللي ممكن تكبر التانج فقط. طبعا لو العيان معاه اولد بيكتشر او اولد فوتوغرافت هيبين لي قوي الفرق اللي حصل في خلال السنين اللي فاتت مع البروميننت سوبرا اوربيتال ريدج، البيج سكال، الاير، النوز، البروجناسيزم زي ما قلنا، كل الحاجات دي هتبقى كاركترستيك. لو ما عرفتش من الفيشز ده ان العيان ده اكروميجاليك مش هتعرفه، هتعرفه بايه؟ ما هو كلها اشكال، اشكال عنده نوز، عنده نوز، بس النوز بتاعته مختلفه عن النوز الطبيعي. طبعا زي ما انتم شايفين الاختلاف، هي الست دي هي نفس الصوره بتاعتها، نفس هي ست واحده، ولكن مع الاختلاف ان دي بعد ما بقت اكروميجاليك برضو نفس دي هي بروجريس من مع مرور السنين بقت اكروميجاليك فول بلون بيكتشر. نيجي بعد كده للكوشنج سيندروم. الكوشنج سيندروم برضو هو ده اوفر برودكشن اوف كورتيزون مع اختلاف الاسباب، ممكن يكون نتيجه ادينوما، ادينوكارسينوما، تيومر اكسترا، يكون بارا مالجنان سيندروم، حاجه. المهم يعني ان الاستيرويد ليفل في العيان بيبقى عالي، او انا بديله يبقى كوشينويد اللي انا بديله استيرويد بايدي. المهم الكلينيكال بيكتشر بتاعته هتبقى شكلها عامل ازاي، بيبقى في ريد تشيك زي ما انتم شايفين، هي دي نفس البنت دي هي نفسها، بس بعد ما ايه ما زاد نسبه الاستيرويد عندها، سواء هي خدت او جالها حاجه بتفرز كورتيزون فحصل لها الكوشنج سيندروم. الكوشنج بيبقى في ريد تشيك، في بحاجه اسمها بافالو هامب اللي بيبقى في فات ديبوزيشن في المنطقه دي، فبيبقى في زياده في الفات فبيسموها بافالو هامب. ابدومينال بتبقى في ستريتش مارك نتيجه ان الكورتيزون في باد هيلينج، فتبقى الكونكتيف تيشو بعد ما بقت ستريتش يحصل الريد ستراند دي. بندلس ابدومين، ثين ارم وليج، البروزس الهيلينج وحش فممكن يحصل البليدنج. طبعا زي ما انتم شايفين ده برضو فيشز اوف اكروميجالي. لو انت ما شفتش الفيشز ده مره واثنين وثلاثه، واول ما تشوف العيان تلاقي الخدود المورده المحمره المون فيس، يسموها مون فيس، وجهها بيبقى مدور من الفات ديبوزيشن، لا مش هتقدر تقول عليه الا لو شفته كذا مره زي ما انتم شايفين، تحفظها بعينيك، تقدر تشوف العيان وتقدر تسباي سبوت دايجنوست تقول ده كوشنج سيندروم. في معاها حاجات كتيره برضو، دي نفس البيشنت هي هي بعد ما خدت استيرويد، واضح طبعا اختلاف في لون البشره وتدويره الوش زادت، هنلاقي في ايموشنال لابيليتي او انستابيليتي، بيبقى في الغالب ديبريست، مون فيس، بافالو هامب، بيبقى في اوستيوبروزس، ترانكال اوبيزيتي، ماسل ويستنج، ده كله ده تاثير الكورتيزون على الجسم. ده البافالو هامب طبعا اللي هو ده اللي هو بيبقى في البافالو، بيبقى فيه في الرقبه بتاعتها ديبوزيشن اوف فات، هو ده اللي قالوا عليه. طبعا اختيار سيء للكلام، ولكن هو ده اللي مكتوب في الكتب الايه الميديسن. واضح جدا هنا البافالو هام، واضح جدا جدا فات ديبوزيشن كتير جدا جدا غير طبيعي، فده بيقول لي ان العيان ده مع الوش اهو ريد مون فيس، فبيقول لي ان ده كوشنج سيندروم. نيجي بعد كده للسيروتوكسيكوزيس. السيروتوكسيكوزيس ما هو الا ده زياده في الـ في الـ في الـ في الثايرويد هرمون، سواء بقى ده برايمري ولا سكندري ولا انا طبعا مش هنا في الموضع بتاع الشرح بتاع الهايبر ثايروديزم، ولكن بفكركم ان العيان ده بيبقى انتوليرانس تو هيت، العيان ده بيحرق نفسه، يعني الميتابوليزم بتاعه عالي جدا جدا، فدايما تفتكر ان هو بيشنت السمباثيتك تون بتاعه عالي، انتوليرانس تو هيت، بيبقى عنده بلجنج اي، فلاشز للفيشز، ممكن يبقى فيه الثايرويد كبيره،
تاكي كارديك مهمه قوي. العيان ده لان سمباثاتيك اوفر اكتيفيتي نتيجه الثيرويد هرمونز، سيستوليك بلاد بريشر عالي، ويت لوس، مركب البتاع ده هو عشان البنطلون وسع عليه، ماسل ويستنج، حتى الانتستين شغاله بزياده، يحصل له دايريا، ممكن يبقى فيه فينجر كلابينج. طبعا ده الاي بتبقى كاركترستيك جدا، ان انا الطبيعي اللي انا بشوف 1/6 اوف ذا كورنيا كفرد باي ابر اي ليد، ده مش واضح، ده واضح جدا ان هو مش موجود. ستيرنج لوك، انفريكوينت بلينكينج، طبعا واضح جدا برضو لا يخطئ، مع ثين بيشنت، مع سويتي، العيان ده بيبقى سويتنج جدا طبعا برضو، كل ده بيقول لي ان ده ثايروتوكسيكوز. لو ادفانسد شويه ممكن يبقى فيه اكزوفثالموس انلارجد ثايرويد في بعض الحالات، زي ما انتم شايفين برضو هنا دي العيان اللي احنا شفناها قبل كده، ثايرويد انلارجمنت، في هنا ستيرنج لوك. الميكسيديما العكس بقى، يعني ده عكس اللي احنا كنا بنقوله كله يعني ميكسيديما. اذا كان في تاكي كارديا ده هنا سلو هارت بيت، لو كان هناك سويتي ده دراي سكين، لو كان ده دوكها دايريا ده كونستيبيشن، بور ابيتايت، ممكن يبقى معاها طبعا الليزي اتيتيود، السليبنس، تلاقي العين وهو قاعده بتعمل حاجه في البيت اللي هي قاعده نامت وهي بتتفرج على التلفزيون، تقول لك ده وانا قاعده اتفرج على التلفزيون نمت، ودايما ده دايما بيحصل طول النهار نايمه. كولد انتوليرانس عكس الثاني هيت انتوليرانس، طبعا واضح جدا الفيشز، لو انت ما شخصتش الفيشز دي ان دي ميكسيديما، اي داوت اللي انت هتعرف تشخصها باي حاجه تانية. وهنا يجي قيمه وفايده الفيرست لوك، نفس الكلام، دي كانت في بدايه المرض، بعد ما المرض زاد ابتدى الثيرويد هرموني يقل قوي ابتدى الفيشز تختلف برضو. دي كل ده ثايروتوكسيك، الاوتر الابر اي البراو في اوتر لوس اوف اوتر 1/3 هنا وهنا، العين بيبقى سكانتي هير في المنطقه دي برضو، هنا برضو لوس اوف اوتر 1/3 اوف ذا اي براو. طبعا الليزي اتيتيود والسليبنس كل ده واضح جدا في العينه دي. الكريتين طبعا ده انتوا اكيد شفتوها في الاطفال، الشكل ده فيشز لا ينسى، العيان تانج لارج تانج وبروترودد اوتسايد والمنتلي ضل. الاديسون، احنا الاديسون ده ادرينال انسفيشنسي، بيبقى فيه ان ادكويت برودكشن اوف كورتيزول اند الدوستيرون، العيان ده بيبقى عنده عكس الايه الكوشنج، الكوشنج ده كان زياده في الاستيرويد، ده نقص في الاستيرويد، بيبقى عنده هايبوغلايسيميا، هايبوتنشن وخصوصا بوستشرال، ويت لوس، جي اي ديستربنس، جنرالايزد ويكنس، بيبقى فيه بيجمنتيشن نتيجه الاس تي اتش الكتير اللي ليه ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون لايك اكشن، فبيعمل بيجمنتيشن، ودي من الحاجات الكاركترستيك جدا للاديسون ديزيز، ان بيبقى فيه بيجمنتيشن، في بلاك بيجمنتيشن اللي هو بيسموه برونز سكين كلر، زي ما انتم شايفين في التانج والميوكوزا ميوكاس ممبرين، في الهاند، في الامبلايكس، وفي السكارد اريا، كل ده بيبقى فيه بيجمنتيشن نتيجه الايه الاديسون، نتيجه الاي اس تي اتش العالي. بيبقى ممكن بيبقى معاه اسوشيشن بفيتيلجو، الفيتيلجو ده اوتو اميون ديزيز، بيبقى برضو نفس الفكره، بالرغم من ان بيبقى فيه هايبر بيجمنتيشن في حتت، بس بيبقى فيه فيتيلجو في حتت اخرى. ليه الكلام ده؟ لان العيان ده اللي بيعمل الاديسون، من اكتر الحاجات اللي بتعمل الاديسون الاوتو اميون الاوتو اميون ديزيز مع تي بي كمان، يعني فبيبقى في اسوشيشن ما بين الفيتيلجو والاديسون ديزيز، زي ما انتم شايفين في بيجمنتيشن واضحه جدا هنا في فيتيلجو مع البيجمنتيشن، وفي طبعا هنا الكريز بيبقى دارك في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجوينت عند الالبو والني، برضو بيبقى دارك سكين بشده. اخر حاجه هيرشوتيزم في الاندوكراينال ديزيز، الهيرشوتيزم ده ايه تعريفه؟ ده كونديشن في الفيميل بيبقى اكسسيف جروس اوف هير، امتى؟ فين؟ في الميل لايك باترن، يعني في الفيس، في الشيست، في الباك. طبعا الاماكن دي المفروض في الفيميل بيبقى الهير فيه سكانتي، فلما يبتدي يطلع هير وبيبقى دارك وكورس، ده بيسموها هيرشوتيزم. الهيرشوتيزم ليها اسباب كتيره، ولكن برضو احنا مش في مكان او مش في وقت شرحها دلوقتي. هو برايمرلي بيبقى فيه اندروجين، وات ايفر بقى الاندروجين ده جاي من اوفيريان
بوليسيستيك اوفري ولا تيومر ولا دراجز ولا في حاجات كتيره بتعملها، وفي الاخر العيان ده بيبقى عنده هير شوتس زي ما انتم شايفين، ابنورمال او ميل ديستريبيوشن اوف هير ان في ميل بيشنت. ده بالنسبه للاندوكراين. بالنسبه للنيورولوجي او سي ان اس ديزيز، برضو في كذا مرض لو ما شفتش البيشنت شكله بيبقى عامل ازاي مفيش حاجه هتشخص لك الحاله الا الفيشز اوف ذا بيشنت. يعني مثلا الباركنسونيزم، المايسينيا، التيتانس، لو ما شفتش العين بيبقى شكله عامل ازاي مش هتقدر تشخصه. طيب خلينا نبتدي نشوف. اول حاجه الباركنسونيزم، الفيشز بتاعه ده هو ضل ايموشنالز ماسك فيس، ما يديش اي رياكشن فرح او حزن، ما يديكش الرياكشن بتاعه، ده مش بمزاجه، ده من الاكسترا بيراميدال افكشن، لان بيبقى معاه الاكسترا بيراميدال زي ما هنشوف في النيورولوجي برضو. لو انتوا شفتوا حالات النيورولوجي او شفتوا كلينيكال بتاع النيورولوجي هتلاقي ان من الاكسترا بيراميدال وظيفته الاساسيه او من وظائفه الاساسيه هي الاسوشيتد موفمنت، اللي انت وانت بتتكلم عن حزن بيبقى ليك شكل معين، وانت بتبقى سعيد او بتحاول تتكلم عن حاجه فيها فرح بيبقى ليك فيشز معينه، الاسوشيتد موفمنت وانت ماشي تلاقي ايدك بتتهز بطريقه معينه وانت ماشي، شمال مع اليمين مع رجل اليمين وهكذا، كل الكلام ده بيبقى لوست في حالات الباركنسونز. دي طبعا مش واحده بتعكسك، ده دي عندها مايثينيا جريفز، هي عندها دروبد اي ليد، سليبنس، بيبقى فيه ممكن بيبقى يونيلاترال في الاول، ممكن يبقى باي لاترال بعد كده، ده كله ده مع المايثينيا جريفز. طيب دي رايز السردونيكس، ده بيبقى في التيتانس، طبعا ان شاء الله ما حدش يشوف الكلام ده ما بقاش موجود خالص، ده كانفكشن بيبقى برضو في نيورولوجيكال افكشن اللي هو الرايز السردونيكس اللي هو زي ما انتم شايفين اللي بيجز على سنانه بشده، ده للتيتانس مع التيتانس. الكارديو فاسكولار هنشوف اهم حاجه هي مع الفيشز، بتبقى مع حالات الميترال ستينوزيس، بيبقى في سيانوزيس اوف ذا ريست اوف ذا فيس مع وردي، الشيك بيبقى وردي، روزي شيست، روزي شيك زي ما انتم شايفين كده، الاحمرار ده والسيانوزيس في بقيه الوجه، ده مع حالات الادفانسد ميترال ستينوزيس. طبعا ليه بيحصل ده يعني مش معروف قوي، في ناس تقول ان الليفت اتريوم لما بيكبر، الرايت اتريوم لما يكبر يكمبريس على السمباثاتيك باث واي او سمباثاتيك تشانل، مع بيبقى في لو كاردياك اوتبوت، يعني في وفي تلانجكتيزيا، كل دي ثيوري، ولكن السبب الرئيسي مش واضح قوي، بس ده لقوها كتيره قوي مع حالات الميترال ستينوس. برضو نفس الحكايه، وزي ما انتم شايفين في تلانجكتاتيك ليجنز في الفيس زي ما انتم شايفين كده، الصوره واضحه قوي. الرينال طبعا اذا كان رينال فيلير بيبقى الارثي لوك بتاع الرينال، طبعا ده يتعرف بالعين بالشكل بالمتابعه، الارثي لوك تحس ان الوجه مترب، ده كاركترز مع الرينال. طبعا في الادفانس بيبقى في يوريا فروست اللي هو الابيض، القشور البيضاء دي اكن ثلج فبيسموها يوريا فروست، برضو نفس الحكايه هنا اليوريا فروست في ادفانسد رينال كرونيك رينال فيلير نفس الحكايه. طبعا ده البافي، ده نفس البيشنت البافي اي ليدز مع النفروتيك سيندروم، بيبقى في اللوث كونكتيف تيشو بيبقى فيه بافي فيس زي ما انتم شايفين، برضو واضح جدا البافنس اوف ذا فيس. بعض الحاجات التانية زي السكليروديرما واللوبس، السكليروديرما بيبقى اكنه لبس جلد ضيق، يعني ايه؟ اكن في ستريتشد سكين، الجلد بيبقى ستريتشد على الفيس والهانس والابدومن واللور ليم، فبيبقى الفيشز بياخد الشكل ده، elongated face tight shiny skin لانه مشدود، مفيش الرينكلز اللي كانت موجوده according للايج بتختفي لانها مشدوده، الفيس ما بيبقاش اكسبريشن ليه كويس، loss of facial expression، thin lip، small
فيش ايز، بيبقى الماوث ما يقدرش يتفتح كما ينبغي. حتى لما تيجي العيان ده، لما نيجي نعمل له منظار معده مثلا، ونركب الماوث جاج اللي احنا بنركبها عشان يعض عليها، ممكن ما بنقدرش ندخلها لان فتحه الفم بتبقى صغيره، لان السكين اللي حواليها بقى سو تايت انه يدخل الايه اي انسترومنت عن طريقها. زي ما انتم شايفين طبعا كاركترستيك النوز، التايتنس اوف ذا سكين واضح جدا جدا جدا، طبعا لا يخطئ. بالنسبه لللوبس ده سيستميك ديزيز، بيبقى بيأفكت كل الحاجات زي ما انتم شايفين. انا بس عايز اشوف لكم الفيشز بيبقى فيه الاريثيما دي او الريدنس اوف ذا فيس بالشكل اللي انتم شايفين ده، برضو بيبقى كاركترستيك ويزيد قوي قوي مع التعرض للضوء. لايت سنسيتيفيتي زي ما انتم شايفين، الكلام ده انا بعرضه حضراتكم بتحفظوه بعينيكم علشان لما تشوفوه تقول لك اه ده شكل الايه اللوبس. دي حاجة أخرى برضو من الحاجات اللي أحب أوريها لكم اللي كانت موجودة كتير قوي في مصر، الشيستوزوميزيس أو الأدفانس ليفر سيروزس كمان. بيبقى في تيمبورال هولنس مع تنس أسايتس ولوس أوف ويت، بيبقى الفيشز مع الكونفيجريشن أوف ذا بودي بيقول لك العيان ده شكله هيباتيك ديزيز. إحنا كده اتكلمنا، نرجع معاكم الكلام من الاول. احنا كنا بنتكلم على general condition of the patient اللي هي جزء رقم 1 من 10 نقط اللي هي general examination. اتكلمنا عن الجيت، اتكلمنا عن الابيرنس، ولسه فاضل لنا weight loss decubitus ومنتال condition. البودي ويت، البودي ويت احنا بنشوف البودي ويت ازاي، بنقدر نأسس هو مش بالوزن فقط ولكن هو بالوزن والطول، اللي هو حاجه اسمها مهمه جدا اسمها body mass index. احنا مش مقبول اللي احنا نقول الويت كذا، افرض العيان ده طوله مترين او طوله 150 سنتي، ده ليه ويت وده ليه ويت. فعشان كده قالك اللي احنا بنعرف من حاجه اسمها بودي ماس اندكس. بودي ماس اندكس دي بنشوف الويت ان كيلو جرام، يعني مثلا لو 70 كيلو على الهايت ان متر سكوير متر، يعني لو مثلا طوله 170 يبقى 1.7 اس 2، يعني 1.7 على 1.7، يعني بيبقى 71 وزنه مثلا 70 على 1.7 على 1.7 يطلع لنا البودي ماس اندكس. طبعا ليها فورمولا اخرى بالباوند والهايت لو ان سنتيمتر، برضو ليها ايكويشن اخرى. طبعا احنا بنتكلم بالهايت بالمتر والويت بالكيلوجرام. احنا عندنا لإما اندر ويت، ده لو البودي ماس اندكس اقل من 18.5 ممكن نقولها 20 للتسهيل، ومن 20 ل25 ده نورمال، اكتر من 25 لاقل من 30 ده اوفر ويت، اكتر من 30 لاقل من 35 ده اوبيز، موربيد اوبيزيتي اكتر من 35. في ناس بقى بتقسم المجموعات دي جوه التقسيم، بس خلينا نحفظها بسهوله خالص، اقل من 20، من 20 ل25، من 25 ل35، من 30 ل35، اعلى من 35. برضو نفس الحكايه، هي التقسيمه هي. في بقى بنقسم التقسيمه اوسع شويه، بيقول لك الاوبيزيتي ممكن تتقسم جريد كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3، مش مهم الكلام ده، لو تحب تعرفها هي موجودة. ولكن اللي أنا عايز أقولها لك، أقل من 18.5 أو 20 ده أندر ويت، أعلى من 25 ل30 ده أوفر ويت، أكتر من 30 ده أوبيز، أكتر من 35 ده موربيد أوبيزيتي. إحنا عايزين نقول هنا إيه هي الحاجات اللي تعمل لوس أوف ويت. اللوس أوف ويت ده نوعين، نوع لوس أوف ويت ويز إنكريز أبيتايت، يعني واحد بياكل كتير وبرضه بيخس، ده يقول لك ان انا عندي حاجه بتحرق. يعني ايه بتحرق؟ اكتر حاجه بتحرق في الجسم زي ما قلنا الهايبر ثايروديزم. ايه اللي يحرق تاني؟ فيوكروموسيتوما. ايه اللي يحرق تاني؟ اكستنسيف اكسرسايز او انكريز انرجي لوس، برضو حرق احنا مش عارفين نخلص، مش عارفين نستخدمه في الطريقه الطبيعيه زي الدايابيتس او مال ابزوربشن، بياكل وما بيمتصش، بياكل كتير وما بيمتصش. مثلا اشهرهم ان في عنده وورمز او كرونيك بانكرياتايتس، ألسراتيف كولايتس، كرونز، سيلياك، كل الحاجات دي معاها مال ابزوربشن وبياكل كويس. ده اللي هنا. طيب ايه
سوري. ويت لوس برضو انفولانتري بقى، ده واحد ما بياكلش ومش قادر ياكل وبيخس، ده طبعا الماليجنسي. واحد يقول لك انا ماليش نفس للاكل وبخس بشده، ده اكتر حاجه الماليجنسي. او كرونيك انفكشن زي التي بي والاتش اي في، او كرونيك ديزيز زي الروماتويد ارثرايتس، كرونيك هارت فيلير، ليفر ديزيز، رينال فيلير، اندوكراينال زي الادرينال انسفيشنت زي ما قلنا من شويه، جي اي تي ديزيز لو في مشكله في الدنيا مسدوده في ستريكشر او جاسترو باريسز، المعده ما بتتحركش، او عنده ديبريشن متضايق وزهقان وقرفان ما بياكلش وبيلوس اوف ويت، او نتيجه ادويه زي الالكهول اكتر حاجه تعمل الكلام ده، او الانتي كانسر دراجز. يبقى دي الحاجات اللي بتعمل اللوس اوف ويت سواء ب انكريز ابيتايت او ديكريز ابيتايت. يبقى الحاجه النقطه الثانيه الاوبيزيتي، دي بقى ده الناحيه الثانيه، ان العيان ده اوبيز يعني اكتر بودي ماس اندكس اكتر من 30، تمام، ده نتيجه فيزيكال انكتيفيتي، سيدنتري لايف، ايتنج بيهافير، اوفر ايت اوف كربوهيدرات، سوشيو ايكونوميك ستاتس، الانفايرمنت، الجينيتك، في حاجات كتيره قوي تعمل الاوبيزيتي، وطبعا الاندوكراينال ديزيز. لما اجي اقول لك قول لي ايه الفايتال ستاتستكس بتاعت العيان ده، لازم تاخد بالك ان انا عايز اعرف الويت والهايت والبودي ماس اندكس، دي الحكايه، الحاجات دي على بعضها كده اسمها فايتال ستاتستكس. فدي برضو من الحاجات النقط المهمه قوي، قول لي الفايتال ستاتستكس اوف ذا بيشنت، تروح قايل الكلام ده. الفايتال ستاتستكس لازم تقيس الوزن، تقيس الطول، وتعمل الايكويشن. الفايتال ساين دي البالس بلاد بريشر زي ما هنقول المره الجايه ان شاء الله. طيب دي بالنسبه للويت، فاحنا قلنا الجيت، الابيرنس اوف فيشز، البودي ويت، الديكيوبيتاس. العيان نايم في السرير ازاي؟ هل هو نايم فلات كومفورتبل امبيد ولا اورثوبنيك؟ هل عنده اورثوبنيا يعني مثلا عنده رايت سايد هارت فيلير، او اورثوبنيا نتيجه تنس اسايتس او بريجننسي، ولا نايم على ناحيه نتيجه بين ان هو عنده بلوريزي على الناحيه اليمين، فنايم على الناحيه اليمين عشان ما يخليش الشيست يتحرك الناحيه اليمين، يقلل حركته فيقل البين، ولا ليننج فورورد عشان مش قادر ياخد نفسه من البريكارديال افيوجن. كل الكلام ده بيبين لي البوزيشن اوف ذا بيشنت، بيديني كلو عن الديزيز اللي عنده. طبعا الكلام ده طبعا ده رير اللي انت تشوفه، اللي هو في السيريبرال بولزي وتروماتيك برين انجري الاوبستونس بوستشر، ده بيبقى اللي هو كيرفد، ده بيبقى موجود في حالات الادفانسد سيريبرال بولزي. طبعا ما ننساش انتوا اكيد شفتوها في الاطفال فالو تترولوجي سكواتنج بوزيشن عشان يقدر الكاردياك اوت. طبعا الترانسفيرس شولدر وال وووركينج اوفر وركينج اوف اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن اوف ذا نيك، ده مع السي او بي دي والسيفير برونكال اثما والانفيزيما، كل الحاجات دي بيسموها ترايبود بوزيشن، اللي هو بيبقى ساند بدراعاته عشان يعمل اوجمنت الاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن. زي ما انتم شايفين الاورثوبنيا بيبقى نايم على مخدتين او ثلاثه، وده مهم جدا اللي احنا نشوفه، ولو شفناه قلنا له لو شلنا المخدات يقول لك لا ما اقدرش، يبقى انا اقدر اقول كده ان هو عنده اورثوبنيا. اخر حاجه المينتال ايفالويشن. والله المينتال ايفالويشن دي انا خدت من العيان ده هيستوري قوي وابتديت اشوفه واتكلمت معاه، فانا كده هقدر اقيم المينتال ستيتس اوف ذا بيشنت، المينتال فانكشن اوف ذا بيشنت، ايه اخبارها؟ هل هو نورمال ولا ابنورمال؟ والابنورماليتي ايه هي؟ خلينا نشوف مع بعض ايه هي الاكزامينيشن اوف ذا مينتال فانكشن، ودي ساعات بيبقى هو ده السؤال كله وخصوصا في حاله النيورولوجي. المينتال فانكشن انا بعمل اسسمنت جلوبال للمينتال فانكشن زي الكونشسنس، الاورينتيشن، الموتيفيشن والامبلس كنترول، وسبيسيفيك زي الميموري والايموشن والبرسبشن. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنعمل ستريس على النقط دي اللي هي الكونشس، الاورينتيشن، الميموري، المود، الانتليجنت، البيهيفير. ده مهم جدا. بالنسبه للكونشسنس انا كان عندي اولد كلاسيفيكيشن اللي هو بيشوف العيان ده درجه الوعي بتاعته ايه اخبارها. الكلام ده كان سبجكتيف جدا وبيعتمد على رؤيه الطبيب غير قابل للقياس، فكان صعب في الحقيقه. قال لك والله انا عندي
اربع درجات من الكونشسنس. اول حاجه الليثرجي، اللي هي وانت صاحي من النوم كده، افتكر دايما وانت صاحي من النوم وانت نايم يبقى في غيبوبه، قبل ما بتصحى ما قبل الغيبوبه، اول ما بتصحى وانت كده على السرير متنح بتقوم مدروخ، هو ده اللي بيبقى الدرجات بتاعه الكونشسنس. زي الاخت اللي ايه اللي بتصحى من النوم دي ساعه الفطار. المهم فالليثرجي اللي هو مدروخ، تيوبر متنح لازم تهزه جامد عشان يرد، المدروخ ده تكلمه يرد بس يعني لازم تكلمه ما يتكلمش لوحده، ما قبل الغيبوبه ده لا يرد ولكن لو قرصته يتحرك للالم يحاول يبعد ايده، الغيبوبه الكامله دي لا يصد ولا يرد. يبقى دول الدرجات اللي انت بتعملها كده، يعني دي اسرع طريقه للايفالويشن اوف ذا كونشس. في الحقيقه الكلام ده كان يعني ما بقاش يتعمل قوي، هو كله جلاسكو كوما سكيل. ليه جلاسكو كوما سكيل؟ اصل انا عايز اشوف العيان ده بيتحسن ولا بيسوء يوم عن يوم، هل النهارده احسن ولا امبارح احسن. يعني لو كان هو امبارح بيكوما او سيمي كوما والنهارده سيمي كوما، ما فيش تحسن، لا هنا بيبقى في تحسن يوم عن يوم ايفن في نفس المرحله بتاعت السيمي كوما. قال لك طب نعملها ازاي؟ قال لك احنا هنحط بارامتر او جريد ونشوف العيان ده في اي مرحله، بنعمل اكسترنال ستيمولاي ونشوف العيان ده الريسبونس بتاعها ايه، وبعتمد على الاي اوبننج، الفيربال ريسبونس والموتور ريسبونس، وبدي له درجه من 3 ل 14، وبعض الجلاسكوما سكيل او يعني اللي احنا بنستخدمها رقم 15 مش 14 لان زودنا نقطه هنقولها دلوقتي. الاي اوبننج بشوف العيان ده بيفتح عينه سبونتينيوس لوحده ولا لما اكلمه ولا لما اقرصه ولا مهما عملت له ما بيفتحش عينيه، دي ساعتها بدي له واحد لو نو ريسبونس واربعه لو سبونتينيوس، مفيش اصفار. الجلاسكو كوما سكيل ما فيهاش اصفار، لا اما تاخد اقل درجه 3 او اعلى درجه 15، 15 ده اللي هو زيه زيك بالظبط، زي الدكتور اللي بيكشف. طيب الفيربال اورينتد واخد باله وبيتكلم وبياخد ويدي زي حضرتك ما بتتكلم بالظبط. الثاني ديس اورينتد او ان ابروبريت اورينتيشن او انكومبريهنسبل او نو ريسبونس خالص، وهنشوف الكلام ده اكتر دلوقتي. الموتور فولو كوماند، يعني يقول لك ارفع ايده ارفعها، سلم عليا سلم وهكذا، او تمدي له ايده يسلم من غير ما تقول له. هنا لوكالايز تو بين، اللي انت تعمله تقرصه يشيل ايدك، withdrawal from pain يعني انت تقرصه يبعد ايده. هنا دي كورتيكيشن اللي هو يعمل فليكشن تو بين، دي سيريبريشن يعمل اكستنشن تو بين. الاخير لا بيصد ولا بيرد، ده ياخد واحد، امال الاولاد ياخد ايه؟ سته. يبقى انا عندي الاي والفيربال والموتور اربعه خمسة ستة، يعني كبرهم 15، طب وأقل حاجة 3. يبقى هنا سبونتينيوس يفتح عينيه لوحده، هنا للكلام، هنا للألم، هنا مفيش، هنا أورينتد، هنا كونفيوزد في الكلام يقول جمل بلخبطة، هنا يقول كلمات ما يقولش جمل، هنا يقول أصوات أو يخرج أصوات، يعني كده اللي هو الصوت أو اللي هو الزوم، يزوم كده بس ما يطلعش كلمات. اخر حاجه اللي هو لا بيصد ولا بيرد برضه. هنا اوبي اوردر، ريموف يور هاند تو بين، هنا لوكالايز تو بين، فليكشن تو بين، اكستنشن تو بين، وما بي ايه ما بيتحركش خالص. تاني حاجه بعد الكونشسنس الاورينتيشن، انا بقول له دلوقتي والله احنا دلوقتي فين؟ اورينتد تو تايم بيرسون اند بليس، احنا في المستشفى، الدكاتره احنا دول مين؟ دول الدكاتره، احنا بالنهار ولا بالليل؟ بيشوف الشباك جاي الضوء نهار ولا ليل، فبيقدر يقول لك. لو في اورينتيشن فتقول له اورينتد تو تايم بيرسون اند بليس. النقطه اللي بعد كده الميموري، اللي هو ايه؟ ability to retain and recall information، متدمره عندنا كلها دي كلنا كده. مين فانكشن اوف ليمبيك سيستم زي ما قلنا المره اللي فاتت في التمبرال لوب. طبعا في عندنا ثلاث انواع من الميموري، ذاكرة السمكة اللي هي مش عارف السمكة دي اسمها ايه في الكرتون، ايميديت ميموري ده اللي هو جاست بتقول له ديجيت وايفالويت، هل هو بيقدر يفتكرها ارقام، ثلاث ارقام اربع ارقام وتشوفه بيفتكر ولا ما بيفتكرش، يقول له قول له 3 5 7 8 فيقولهم لك وراه هل في ايميديت ميموري ولا لا. الريسنت ميموري اللي انا بفتكر النهارده انا فطرت ايه؟
امبارح فطرت ايه، بالليل سحرت ايه، طبعا هو فول وزبادي ما فيش غير كده. فالمهم يعني بنسال ايه، ايه اخبار الفطار، فطرت ايه النهارده؟ فحاجه من الاثنين، اللي هيقول لك والله انا فطرت بيض اهو ومش عارف دي فراوله ولا دي ايه ومش عارف ايه وهكذا، او يقول لك مش فاكر، او يقول لك حاجه غلط، طبعا انت بتشيك مع الفاميلي، او يقول لك حاجه ثانيه، يقول لك ايه ده، هو انتوا بتفطروا كل يوم؟ تمام. المهم الريموت بقى تقول له حاجه من زمان، يعني مثلا الثوره قامت سنه كام، يوم جوازك يا مدام كان يوم ايه، هتقول لك طبعا كان يوم اسود، يعني هتقول له الاسئله دي كده وتشوف ايه الاخبار. وطبعا اهم حاجه اللي انت تشيك مع الفاميلي علشان تتاكد من الحاجات دي. طيب الامنيزيا، انت عايز تقول بقى ان العيان عنده مشكله، فبتقول والله انا عندي انتو جريد امنيزيا، اللي هو للجديد بس، يفتكر حاجات زمان كويس جدا بس الحاجات النهارده ما يفتكرهاش، يفتكر من 10 سنين راح الشغل وعمل ايه ومين اتخانق معاه ومين عمل له مشكله ايه، بس ما يفتكرش النهارده مين اللي جاله النهارده الصبح. ريترو جريد ده للقديم، ينسى الحاجات القديمه بتاعت زمان ويفتكر الجديد. في حاجه غريبه قوي اللي هي ترانزينت جلوبال امنيزيا، دي بتيجي بعد الحوادث، بعد الصدمات العاطفيه لا مؤاخذه، بعد المشاكل العنيفه، ممكن العيان ينسى حاجه كده سيركمسكرايب، يعني في فتره زمنيه معينه يفتكر اللي قبلها ويفتكر اللي بعدها، بس الحادثه نفسها اللي حصلت ينساها. يطلع من حادثه العربيه يبقى فاكر ان هو كان نازل يروح الشغل وماشي بالعربيه، انا ويقول لك مش فاكر ايه اللي حصل بعد كده، ولا انا ايه اللي حصل معايا من ساعتها لغايه دلوقتي، انا مش عارف، انا فقت دلوقتي، مع ان الناس يقولوا ده خرج كان ماشي على رجليه. طب ايه ده؟ ده بوست كونكشن بيحصل الكلام ده، لو سيركمسكرايب ايه امنيزيا، وبعد بعد الايه الايموشنال استرس. تمام. طيب كومن كوز اوف امنيزيا زي ما قلنا الالكوهوليكس في كورساكو سيندروم اللي بيجي مع الكرونيك الكوهوليزم، دي برضو من الحاجات المهمه قوي اللي احنا كنا سالناها في الايه في الجنرال اكزامينيشن في البيرسونال هيستوري، اللي هو إيه اذا كان بالكوهوليكس او سيجاريتس، مع سريبرال اسكلروزيس، مع التمبرال ليجن، مع البوست كونكشن، كل الحاجات دي تعمل الامنيزيا. طيب المود والافكت، الحته دي صعبه شويه، هو انا دلوقتي ايه الفرق ما بين المود والافكت؟ هل الاثنين زي بعض ولا كل حاجه لوحدها؟ طبعا واضح الراجل ده المود بتاعه، واضح ان المود بتاع ده مختلف. طيب ايه الفرق بين الافكت والمود والايموشن؟ قال لك والله الافكت ده هي الحاجه العامه، برود رينج اوف فيلينج، الاحساس العام، بيشمل تحتها الحاجتين الايموشن والمود. يبقى الافكت ده هو البرود رينج اللي بيشمل تحتها التو تيرمز الاخرين اللي هم الايموشن والمود. طيب يبقى ايه الفرق ما بين الايموشن والمود؟ الايموشن هي الانفورميشن اباونت ذا كرنت ستيت، انا دلوقتي عندي احساس ايه تجاه الموقف المعين. امال ايه المود؟ المود ده فيلينج، يعني بيديني احساس about the current state of myself from inside. انا ايه المود بتاعي؟ هل انا في depressed mood ولا happy mood ولا ايه الموضوع؟ امال الايموشن ده تجاه موقف معين ممكن يرجع بعدها على طول. فبنقول يعني مثلا ده عنده sadness anger، ده emotion مش mood. fear happiness، الديبريشن ده مود مش ايموشن. بعض الحاجات الثانيه برضو زي الايموشن لابيليتي اللي بنشوفها في حالات الكوريه، عينين لاف اند كراي بدون سبب طبعا يؤهله انه يبكي او يضحك، هتلاقيه متغير من لحظه للاخرى او في نفس اللحظه، ده ايموشن لابيليتي، وده موجود في حيان الكوريه. بعد كده ايوفوريا، العيان بيزقطط ومبسوط وفرحان بدون برضه سبب قوي، ده برضه من السايكولوجيكال ديزيز. اباسي او انديفرنس، تحس ان العيان مش فارقه معاه، تقول له خبر حلو وخبر وحش مش فارقه معاه، عايز تشوف العيانين دول انزل بص في الشارع بس. انديفرنس، كل الناس انديفرنس. الانتليجنس طبعا
هو المفروض علشان اقول ان العيان ده انتليجنس او انتليجنت او اقدر اقيم الانتليجنت لازم اعمل له اي كيو. طبعا انت مش ما عندكش الامكانيات ان انت تعمل اي كيو في اكزامينيشن او في حتى في العياده، فانت جاست بتقول والله انا لو انا فاهم العيان والعيان فاهمني الكلام اللي انا بساله له بيرد عليا فيه ملائم للسؤال، فبقول ان ده اوف افريج انتليج. نقطه ثانيه بسيطه قوي هنقولها، هنقول اول حاجه ايه هو الفرق ما بين الهالوسينيشن والالوجن. الهالوسينيشن انت لو بصيت على حيطه فاضيه ما عليهاش اي رسومات او اي حاجه وقلت ده في تعبان ماشي على الحيطه من غير اي ستيمولاي من غير اي حاجه على الحيطه هيبقى دي اسمها هالوسينيشن. الالوجن هو اللي انت شايف سلك مثلا محطوط على الحيطه متعلق، يعني سلك متوصل من حته لحته وماشي على الحيطه فبتقول ده تعبان، يبقى ده في اكسترنال ستيمولاي انت تهيأ لك انه ثعبان. فالهالوسينيشن هو التعبان موجود بس من غير حبل، انت متخيل انه موجود من غير حبل. الالوجن ان هو الحبل تخيلت ان هو تعبان. يبقى سحره موسى كانوا هالوسينيشن ولا الوجن؟ ده رموا العصيه والحبال ومش عارف ايه فكان ده الوجن. يبقى ده الفرق ما بين الهالوسينيشن والالوجن. في حاجه ثانيه اسمها الديلوجن اللي هي false fixed beliefs not changed by reasoning. انا هطلع الاول على سنه سته السنه دي، طب يا عم ربنا يكرمك، طب انت جبت الكتب؟ لا. طب انت بتذاكر؟ لا. بتسمع؟ لا. امال ايه؟ هو كده انا fixed beliefs اللي انا ان شاء الله السنه دي اطلع الاول على الدفعه. دي false fixed beliefs يا حبيبي not changed by reasoning. الديليريوم اللي هي الخطرفه دي بتبقى مع الدراجز ومع هاي فيفر ومع الالكوهول. تمام، يبقى احنا كده المينتال ستيت لو حضرتك عايز برضو تستزيد منها، هو برضو ده موجود في شيت النيورولوجي في نفس المكان اللي قلت لك عليه في الايه في اليوبيت شانل. المهم بعد ما خلصنا الكلام ده كله من اول اللي هي الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت سواء مينتال او الفيزيكال او الجيت أو أو, او 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 هنقول في الاخر جمله بسيطه جدا بنقولها ان دي ملخص المحاضره بتاعه النهارده، ان البيشنت از كونشس كوبراتيف ويل اورينتد تو تايم بيرسون اند بليس وذ افريج مود اند انتليجنت. نيجي بقى بعد كده لاينج فلات كومفورتابل ان بيد وذ افريج بودي بيلت نورمال ابييرنس ونو سبيشال ديكوبيتاس ونورمال جيت. ده الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. احنا كده خلصنا اول نقطه من 10 نقط، طبعا مش كل مره هناخد النقطه في حصه، ان شاء الله يبقى اسرع من كده. الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت هنقول الجمله اللي فاتت دي ان ديتيل زي ما هي كده، بروفايد ان العيان فيه كل الايه البارامتر مظبوطه. كده احنا خلصنا واسيبكم في ساعه.